العراق مكبل بديون ومكبل بقروض، طيب. بديون نتيجة لسياسات النظام السابق، وبقروض نتيجة لسياسات النظام ما بعد 2003. هذا واقع. النظام السابق أورثنا ديون مثل ديون الكويت وديون دول الخليج وغيرها، ولدينا قروض اللي هي عبارة عن القروض التي أخذتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. هذه الديون هي عبارة عن ثقل على الشعب العراقي، على أبنائنا، على أحفادنا. هناك مسألة مهمة في القروض أنا لابد أن أوضحها للمشاهد الكريم. تفضل. لاحظوا بالنسبة إلى القروض، بعض الدول تأخذ قروض، لكن هذه القروض ما الفائدة منها؟ لماذا الدول تأخذ قروض؟ تأخذ قروض من أجل أن توسع المحفظة الاستثمارية لها. الدولة حينما تريد أن توسع مجالات استثمارها ومداخيلها ووارداتها حتى تتحول إلى اقتصاد متعدد، ماذا تعمل؟ إما أن يكون لديها دخل إضافي فائض، وهذا الجزء الفائض من الدخل تضعه جانبا في محفظة استثمارية من أجل أن تزيد من وارداتها، أو أنها تأخذ قروض بفوائد منخفضة. فلو فرضا أن الفوائد التي أخذت على قرض من القروض هي 3% والدولة استثمرتها، سيكون وارداتها 20%. معنى ذلك أنه أنا صحيح أدفع فائدة 3%، لكن أنا عندي ربح هو 17%. طيب. وبالتالي بعض الدول تأخذ قروض من أجل أن توسع المحفظة الاستثمارية لها. أما الذي يحصل في العراق والذي حصل خلال السنوات الماضية، العراق يأخذ قروض من أجل الرواتب، العراق يأخذ قروض من أجل النفقات الضرورية، وبالتالي النفقات التشغيلية، النفقات الجارية، وهذا حقيقة مشكلة كبيرة، لأنه أنا بدل ما أستفيد من هذه القروض بمجالات الاستثمار والإعمار والبناء وما شابه من ذلك، هي تصرف في مجالات يومية وضرورات حياتية.